أنا دكتورة رينات سرحان من الأردن، إجينا على دهب علشان كورس الإستاتيك مع الدكتور محمد حبيب عن طريق فيوتشر فيجن. بالدورة أخذنا بوتوكس وفيلر وثريت. مرحبا، أنا دكتورة نور عطية من الأردن، إجيت على مصر على فيوتشر فيجن إستاتيك. كانت إستاتيك كورس أخذت فيها فيلر وبوتوكس وثريت، كانت صراحة كتير مفيدة وكتير يعني أعطونا معلومات من بيسك لأدفانس. حتى الأدفانس دخلونا فيها وعرفونا فيها أشياء، معلومات كتير. الدكتور كان شرحه جدا رائع، بلش معنا من الزيرو. التيم كان كتير حلو، يعني أنا عشت مغامرات ما عشتها في حياتي بدهب. الدكتور محمد حبيب كان يعني شرحه كتير بسيط ووافي وما ببخل عليك بأي معلومة، أو يعني بعطي كل إشي. بنفس الوقت هي بدهب كانت عبارة عن عاملين لنا بروجرام كتير حلو سياحي، وشفنا البلد وكتير حلوة وانبسطنا كتير انبسطنا. التنظيم كان حلو، البروجرام اللي سواء سياحة أو عملي كان كتير رائع. حالات اللي اشتغلنا عليها يعني زهقنا قد ما تدربنا، يعني ما شاء الله الدكتور ما ترك ولا أي نقطة إلا وحكاها من زيرو. ولا يعني كان ما عندي ولا أي معلومة، هلأ بقدر إني أشتغل على بيشنت يعني متمكنة. صراحة بالنسبة للعملي بالكورس كان كتير برضو جابوا لنا كتير بيشنت، وكانت المواد متوفرة وموجودة كتير، وصراحة اشتغل عملنا كتير وعملنا كل التكنيكس اللي ممكن انها تقابلنا بالعيادة. فصراحة فيوتشر فيجن ابدا ما اثرت معانا. وبالنسبة لي لو في اي كورسز بعدين رح يكون فيها افادة لي بالنسبة لشغلي، انا رح ارجع فيوتشر فيجن ورح ارجع اتعامل معهم دائما. التنظيم وكل اشي كان كتير حلو، يعني من وصولنا للمطار لان شاء الله بكرة عخير التنظيم كان كل شيء تمام، ما حدا قصر معانا ابدا، يعني كل شيء منظم بالدقيقة او يعني كل شيء منظم ومرتب. بنصح كل حدا بده يجي يعمل كورس يعني مضمون فيوتشر فيجن، وثانك يو فيوتشر فيجن. بالنسبه لتنظيم البروجرام بالنسبه كان كتير منظم، كتير مرتبين الامور، كتير تعبانين عليه من ناحيه كورس ومن ناحيه سياحه. صراحه ما خلوا لنا اي شيء الا شفناه بذهب وكتير انبسطنا. ومن ناحيه كورس برضه كان كتير منظم وكتير مرتبين اي تفاصيل. التيم كتير تعب وكتير بجننوا وكتير انبسطنا معهم وحبناهم، وابدا ابدا ما ندمت اني اخذت هذا الكورس صراحه، وعن جد شكرا كتير.